المغرب يرد على تعنت فرنسا بخصوص الفيزا. ففي قرار جديد لها جاء في سياق الرد على تعنت فرنسا في منحها للفيزا لعدد من المغاربة. ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الصحة ستشرع في طرح جميع تحليلات الوضع الوبائي باللغة العربية الفصحى بدلا من الفرنسية. ومن المتضرر أن يتخذ المغرب رزمة من القرارات الجديدة ردا على التعنت الفرنسي في منح الفيزا، خاصة أن القنصلية الفرنسية تأخذ كل مصاريف الملف الذي يصل حوالي 1000 درهم مغربية رغم عدم قبوله. وكانت فرنسا قد رفضت منح التأشيرة للراغبين في دخول ترابها، من بينهم أطباء ومهندسون وكذلك فنانون، حيث اضطر فنان الراب المغربي توتو إلى إلغاء جولة فنية له في فرنسا بعد رفض القنصلية منحه التأشيرة.